المتواجدين في داخل مستشفى الرمزيسي. المستشفى محاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية بكل النواحي وبكل الاتجاهات. تم اختارنا بإخلاء المستشفى حاليا، لكن بدون وجود الصليب الأحمر أو أي شيء يضمن سلامة المدنيين اللي رح يطلعوا من المستشفى. إحنا هنا بنتواجد مئات المدنيين اللي موجودين هنا، وهي مدني من المدنيين. يا جماعة الخير، أجانا قرار من أخلاء المستشفى، لازم إحنا بدنا حماية دولية. الصليب الأحمر العالمي قبل يطلع لنا، ارحمونا وانطلنا حماية.